الأستاذة أمينة خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا أستاذة أمينة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. احنا يمكن قلنا خلاص التابلت بدأ يتوزع على كل المديريات التعليمية، وطبعا بيتسلموا الطالب وبيتسلموا المعلم. حضراتكم قلتوا ده بيتم تسليمه وفقا لآليات معينة، أبرزها طبعا تسديد 100 جنيه يعني كتأمين على التابلت. ايه تاني من الشروط اللي حضراتكم بدأتوا تعتمدوا عليها في تسليم هذه الأجهزة للطلب؟ طيب، هو طبعا زي ما حضرتك قلت تماما، هي فكرة سداد 100 جنيه في مكاتب البريد في نظير هي زي التأمين، وبيحصل بمقتضاها ولي الأمر والطالب على وصل بيتم تقديمه بعد كده في المدرسة. في المدرسة بيبقى فيه إقرار موجود، المفروض الطالب بيتسلم الجهاز التابلت، بناء على هذا الإقرار بيمضي عليه ولي الأمر، بيمضي عليه الطالب، ويمضي عليه الناظر، وبيمضي عليه كذلك المختص الفني الموجود في كل مدرسة. الإقرار ده الحقيقة بيبقى بناء على الورقة والوصل اللي هو جابه الطالب ولي الأمر من مكتب البريد، وبيبقى مكتوب فيه بمقتضاه بيحصل الطالب على السيريال نمبر. السيريال نمبر ده، عشان حصل لغط كتير كمان الحقيقة بخصوص موضوع السيريال نمبر، السيريال نمبر ده ملوش علاقة بمكتب البريد وملوش علاقة ببوليس التأمين، هو ليه علاقة السيريال نمبر. أي جهاز تابلت بيبقى عليه سيريال نمبر، أوكي؟ السيريال نمبر زي أي جهاز موبايل أو غيره بالظبط. عشان بس في يعني البعض ربما يعني ما فهمش قوي الموضوع السيريال نمبر وربط بينه وما بين ان انا كان انا هاخد السيريال نمبر من مكتب البريد هو ده بتاع الامتحان بتاعي. لا، هو الموضوع مش كده خالص. السيريال نمبر ده خاص بيبقى موجود على جهاز التابلت، حتى موجود على ظهر الجهاز. طب هنا استاذه امينه، مين بيقوم بعمليه سداد ال 100 جنيه؟ هل الطالب ولا ولي الامر؟ لا، هو ولي الأمر، لأن لازم يبقى فيه ولي الأمر موجود مع الطالب بمقتضى بطاقة الرقم القومي الخاص بولي الأمر. بيتطلب وجوده برضه في المدرسة عشان يمضي الإقرار، ولا ممكن الولد بياخد الإقرار لوالده يمضيه أو والدته؟ لا، الإقرار بيبقى موجود فيه ولي الأمر، يعني لازم في وجود الأربع أشخاص اللي أنا قلت لحضرتك. يعني لازم كلهم يكونوا موجودين وحاضرين، والتوقيع يكون بشكل رسمي بالظبط. وطبعا بمقتضى هذا الإقرار بيتم تسليم التابلت بمشتملاته، عشان برضو حصل لغط الفترة اللي فاتت ان في طلاب تسلموا الجهاز من غير المشتملات بتاعته او الاكسسوارز بتاعته اللي هي السماعة والكفر الجراب والقلم، وطبعا القلم ده مهم جدا. فطبعا الكرتونة او العلبة نفسها بتاعت التابلت تبقى موجود فيها كل هذه الاشياء، وطبعا على الطالب، والطالب احنا بنتكلم على طالب يعني سنه يسمح بان هو يعمل تشيك كده على الحاجات اللي موجودة يتسلمها، وبعد كده بتبقى عهدته الشخصية ومسؤوليته الشخصية. فده بالنسبة للتابلت. وزي ما حضرتك قلت كده في الخبر، ان طبعا عملية توزيع التابلت على المديريات هي اوريدي حصلت، يعني تم انجازها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني. لكن اللي بيحصل دلوقتي هو ان المديريات نفسها بيتم توزيع التابلت من المديرية او خروج التابلت من المديرية للمدارس. بعد كده الخطوة اللي هي الاخيرة اللي هي قيام كل مدرسة بتوزيع اجهزة التابلت على الطلاب. وزي ما قلت رحيت، طبعا العملية رغم انها تبدو معقدة جدا، لكن الحقيقة بفضل ان الخطة محطوطة بشكل منظم جدا وعلى سكيل كبير جدا، هنتكلم عن اكتر من 750 الف تابلت، العملية ماشية سموز يعني بطريقة جيدة وسلسة كده الى حد كبير جدا. طب استاذة امينة، هنا بالنسبة لموضوع توزيع التابلت، هل في مدة قياسية حضراتكم يعني حطتوها ان انتوا تنتهوا تماما من عملية التوزيع؟ طيب، المفروض طبعا ان الخطه الموضوعه ان يتم تسليم اجهزه التابلت برضو على حسب امكانيات وظروف كل مديريه قبل موعد الامتحانات اللي هتبقى موجود في شهر مارس المقبل. طبعا احنا ده امتحان تجريبي برضو. بالظبط بالظبط، الامتحان تجريبي، وزي ما قلنا قبل كده ان الامتحان ده درجاته لن تحسب في المجموع الكلي لطلاب وطالبات الصف الاول الثانوي، اللي هو المجموع الامتحان الفاينل اللي هو النهائي في نهايه العام. لكن برضه تاني هرجع اقول لحضرتك، دي الخطه الموضوعه. احنا بنتكلم على سكيل كبير جدا، على مستوى كبير جدا، هنتكلم عن 27 محافظه، بنتكلم عن اكتر من 750 تابلت، منهم 580 الف للطلاب. وارد جدا ان يحصل ربما بعض يعني المشكلات في النص في سياق تسليم التابلت، لكن احنا حتى اللحظه طبعا في عمليه مراقبه ومتابعه على مدار الساعه ما بين المسؤولين عن التابلت والمنظومه الخاصه بالصف الاول الثانوي في الوزاره، مع المديريات، مع المدارس.
وبالتالي لما بيبقى فيه مشكلة لأي سبب بيتم يعني التعامل معها فورا. طب لما يحصل مشكلة عند الطالب لا قدر الله فيما يتعلق بجزئية تلف ربما أو أي شيء ممكن يحصل لجهاز التابلت، هنا بيتوجه لمين يا أستاذ أمين؟ بيتوجه لمين عشان يعرض مشكلته؟ أنا بس يعني هقول يعني عبر البرنامج عند حضرتك إن أنا أدعو، بل مش هقول أولياء الأمور، هقول الطلبة والطالبات. إحنا عندنا بيج خاصة بوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، ومثالي إحنا أولادنا كلهم يعني شاطرين بقى في الحتة دي جدا على فيسبوك إن هما يدخل، وعندنا تقريبا بصفة يومية. طب هي اسم البيج إيه يا أستاذ أمين؟ هي وزارة التربية والتعليم، وهي صفحة موثقة على فيسبوك بيكون عليها المارك الأزرق. بالظبط. يبقى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وعليها المارك. وياريت ان احنا نتأكد انها الصفحة الرسمية. انا حاجة عارف طبعا احنا عايشين في زمن الحقيقة الافتراضية، الواقع الافتراضي اللي ربما جزء منه ما بيبقاش حقيقي، لكن هي صفحة موثقة، وهتلاقي حضرتك فيها تقريبا بصفة يومية بيتم تحميل فيديوهات اللي هي اسأل منى ارشادية ارشادية. كل ما يمكن ان يخطر على بال حضرتك من مشكلة أو عقبة ممكن تكون في موضوع التابلت بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وميسرة. طب احنا برضو بنوعد حضرتك ان احنا نعرض هذه الفيديوهات القصيرة بشكل برضو مستمر ودوري، عشان اللي ما بيدخلش ممكن حتى من خلال البرنامج أو السوشيال ميديا بتاعنا ممكن يطلع عليه. يا ريت والله. لا ان شاء الله اكيد، لان احنا بنتكلم عن مصلحه عامه لكل اولادنا وكل الطلبه والطالبات في مصر، وطبعا المنظومه التعليميه كلها. طيب تفاصيل بقى مؤتمر العقود المؤقت، تمام ده، وهل في امكانيه ان اللي بيعمل عقد مؤقت ده يكمل معاكم ولا دي صعبه؟ لا عشان ده كل واحد يكون عنده امل يا استاذه امين على فكره. عايز يتعين، عايز يتوظف. امل. طيب لا طبعا يعني وده امل مشروع جدا طبعًا. يعني ده لازم نعترف بكده، ولازم نحيي كل حد عنده امل ان هو يستمر، وخصوصا في المنظومه التعليميه. عايزه بس اقول لحضرتك ان المؤتمر النهارده ده مؤتمر مهم جدا لاسباب كثيره جدا. طبعا هيتم فيه الاعلان عن المؤشرات التي حصلت عليها الوزاره يعني جراء عمليه التقدم لهذه المسابقه، لان الحقيقه مؤشرات مهمة جدا. أنا مش عايزة أحرق النتائج، بس يكفيني إن أنا أقول لحضرتك إن رغم كان في كم من الانتقاد والسخرية في بداية الإعلان عن هذه المسابقة على أساس إنها مؤقتة مجرد بس الفصل الدراسي في ناس كمان اتكلمت على صعوبة عملية إن الشخص بيتقدم لحضراتكم والإجراءات اللي كانت حاصلة معاه، وفي البعض وصفها إن هي كانت صعبة جدا. يعني أنا مش عايزة أقول لفظ أكتر من إن هي كانت صعبة. لا خليني اقول لحضرتك ان ربما تكون الصعوبه، احنا يعني انا ابتديت بقول لحضرتك ان الناس كانت بتقول ومين اللي هيقدم في حاجه زي دي بمجرد شهرين ثلاثه. عايز اقول لحضرتك ان العدد يعني وصل تقريبا 500,000 متقدم. وانتوا عايزين كام يا استاذ امين؟ جدا. لا هو كل مديرية بتحدد الأعداد اللي هي محتاجاها وفي التخصصات المختلفة، فحيك هتلاقي أعداد مختلفة ومتراوحة في كل مديرية وفي كل تخصص. لكن يعني هيتم النهاردة الإعلان عن هذه الأعداد، هيتم النهاردة الإعلان عن المؤهلات الدراسية اللي تقدمت لشغل هذه الوظيفة، هيتم النهاردة الإعلان كمان. أنا يعني عايز أقول لحضرتك أن المؤشرات دي مادة ثرية جدا وخصبة جدا للي عايز يعرف الكثير عن سوق العمل في مصر. طبعا بعد الإعلان عن المؤشرات، الناس دي بقى اللي هي المقبولة إن شاء الله هيبدأ تسليم بقى أوراقهم وإجراءاتهم إمتى، ويبدأ فعلا يشتغل إمتى؟ بتبقى المرحلة النهائية، فاضل بس بيبقى بعد اختيار الأشخاص. إحنا كل على فكرة مراحل المسابقة تمت إلكترونيا باستثناء المرحلة الأخيرة اللي تبقى مقابلات شخصية مع فترة تدريب مدتها حوالي أسبوع قبل تسلم العمل. فالحقيقة زي ما قلت لحضرتك هي الموضوع ده لمجرد سد العجز، عشان كده حضرتك بتقولي هل في أمل إن هم يستمروا. يعني يظل الأمل طبعا موجود. إحنا في طبعا بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني بيبقى في خطة موضوعة للسنة الدراسية الجديدة 2019-2020، وإن شاء الله يبقى في يعني الناس اللي هي بتثبت نفسها يكون في فرصة. وإحنا بنشتغل كمان، عايز أقول لحضرتك على ملف المعلمين يعني ده أمر قائم يا أستاذة أمينة، إمكانية إن الشخص ده ممكن بإذن الله يكمل في أي وقت من الأوقات. لا خليني أقول حاجة تاني بشكل واضح وصريح، هذه العقود هي عقود مؤقتة، لكن إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا بقول حاجة، إحنا كل سنة دراسية بيبقى ليها خطة معينة، وإحنا أوريدي مع ملف المعلمين، عندنا معلمون أولا ملف كبير جدا 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 ومليء بالإمكانيات، وفي نفس الوقت فيه طبعا مشاكل، وهي مشاكل يعني متوارثة عبر عقود ماضية. فالحقيقة أنا ما أقدرش أقول إن في إمكانية استمرار، وما أقدرش أقول إن مفيش. طيب يعني هي إجابة تحترم جدا من حضرتك برضو عشان يكون في رد قاطع،
لا هنقول اه ولا هنقول لا، لسه احنا بنتكلم في اطار خطه واستراتيجيه الوزاره. وبشكرك جدا يا استاذه امينه، طبعا اتشرفت بوجود حضرتك معانا تليفونيا واتكلمنا في اكتر من موضوع، باذن الله اللقاءات تتكرر حتى كان معانا في الاستوديو او حتى تليفونيا عشان نجاوب على كل تساؤلات سواء المعلمين او حتى الطلبه واولياء الامور. بشكر جدا استاذه امينه خيري المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، كنت معانا هاتفيا.